الله عليك. بعض يعني حديثي الاستقامة يجلس لكي يدعو فيذكر ما وقع فيه من أخطاء بل وفي معاصي أمام الناس، أمام الناس أو أمام أصدقائه، حتى أن بعض الجماعات تأخذ كما يسمونه الفنانين التائبين، الفنان التائب، ثم يذكر ما في الفن من فساد وفي أخلاقي إلى آخر هذه الأمور، ويستندون إذا رد عليهم أحدهم يستندون بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون ما كانوا عليه من كفر وعبادة للأصنام، حتى أن أحدهم يصنع الصنم من التمر ثم إذا جاع أكله. فما الرد على هذا الأمر؟ هذا لا دليل لهم فيه. أولا هذا الفعل غلط لأنه من المجاهرة، إذ العبد قد لا يكون معروفا لنا، نعرفه مغنيا مثلا أو نعرفه كذا كما يسمونه هم فنانا، نعم في الجملة، لكن ما ندري ماذا يعمل، والله قد ستر عليه، فالواجب أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد العمل فيستره الله عليه فيصبح يتحدث به يقول يا فلان عملت البارحة كذا، يهتك ستر الله عنه، فهذا لا يجوز. أما هذا الذي ذكروه فليس لهم فيه دليل. لما؟ لأنه أمر ظاهر، حال العرب كلها كانوا يسجدون لهذه الأصنام ويعبدون هذه الأصنام، فهذا ما في شيء، يذكر الذي هو سائد بينهم يعرفه الجميع، ما من أمة إلا ولها صنم، ما من طائفة إلا ولها صنم، فهذا ما فيه يعني ذكر لشيء خفي. لكن الذي يستره الله جل وعلا يعرف عنه في الجملة أنه كذا، لكن تفاصيل يأتي بها كما نسمعه من بعض من ذكرت ويأتون بهم، هذا لا يجوز، هذا يدل على الجهل، لأن الله قد سترك، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكف عما حرم الله سبحانه وتعالى عليك، واحمد نعمة الله عليك بستره إياك، هذا الواجب، فلا دليل لهم في هذا، ما في لهم دليل في هذا أبدا.